4-4-2 والعودة بي، ولكن دائما حماية قلبي الدفاع دائما تترك ممكن الجعدي وهو وجبران وبوهرة هو والحسوني ممكن يتركوا مكانهم فيما بعد للمترجي ومؤيد لافي لوضع الضغط على ماميلودي سانداونز. خلاص الوقت انتهى، سانداونز سيلعب بنفس الطريقة، الصورة سيحتفظ أكثر من الخلف، سيعود خطوات الخلف، ربما سيحاول استحواذ الكرة لقتل رتم المباراة، لأنه كلما كانت مباراة تحولاتها ليس في مصلحتهم بكل تأكيد. لكن ثمة مسألة إضافة أخيرة، أنه خط ضغط الوداد يجب أن يتحسن، كلما ضغطوا بشكل أعلى كلما خرج سانداونز بسلاسة بشكل يعني بالحقيقة. شكرا محمد العلوي، شكرا عزيز بن نيج. إذا مشاهدينا، التعادل السلبي هو نتيجة شوط المباراة الأول في هذه القمة الكبيرة، الوداد وماميلودي سانداونز للذهاب الدور نصف النهائي، وكيفية استغلال النقص العددي للوداد في هذا الشوط متفق إن شاء الله. عودة مجددا إلى جواد بدر.